حقيقة فيما يخص هذا الموضوع لم يتم عرضه على مفتشيتنا بشكل رسمي من قبل أي دائرة في محافظة نينوى. شاهدنا هذا الموضوع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. حقيقة لا يمكن بأي شكل من الأشكال منح موافقة لهكذا طريق يخترق المنطقة الأثرية، وهي عبارة عن العاصمة الآشورية الثالثة للإمبراطورية الآشورية الثالثة. يعني شارع يخترق عاصمة، تخيل، والبعض يتكلم على أنه يجب عمل استكشافات هل يوجد آثار. طيب هي عاصمة آشورية، أين تبحث؟ كلها آثار. وفي طبيعة الأمر يعني المقترح، رأينا بعض المخططات، هو يخترق الأسوار من الجهتين، وهذا الأمر مرفوض في قانون الآثار رقم 55 لسنة 2002. هنالك بدائل ممكن أن تقوم بها مديرية بلدية الموصل. فعلا هم يقومون حاليا بإنشاء مجسرات كثيرة في سنتر مدينة الموصل. هذه المجسرات بعد إكمالها ستخفف من الاختناقات المرورية بشكل كبير، إضافة إلى أنه من الممكن تأهيل شارع نرجال اللي يقع خلف حي نرجال، ما بين السور الأثري وما بين الشارع، ما بين الحي عفوا. هذا الشارع إذا تم تأهيله بشكل صحيح ممكن أن يعوض عن هذه المقترحات كافة، ووضع مجسر في نهاية الشارع يربط شارع المنصة بهذا الشارع لتكون حركة مرور انسيابية قبل نفق الجامعة. احنا حاليا نقيم دعاوى بحق المتجاوزين ضمن المنطقة الأثرية، حتى في عمليات الزراعة هي تعتبر عمليات تجاوز. منعنا كافة المزارعين بالحراثة أو الزراعة ضمن المنطقة الأثرية. كذلك تم إحالة الدعاوى بشكل كامل إلى القضاء ضد المتجاوزين بالبناء، وصدرت بعض الأحكام، والأحكام الأخرى هي في طور الإنجاز من قبل القضاء في محافظة نينوى. نحن نطلب من الأهالي ومن الناشطين أن يقفوا معنا لغرض حماية هذه الآثار، كونها هي نقطة جذب سياحي للمدينة ونقطة ومتنفس أيضا لأهالي محافظة نينوى ومدينة الموصل بالذات في هذا الموقع. نطلب منهم الوقوف معنا لحماية المواقع الأثرية، وليس تخريب هذه المواقع بشق طرق أو ما شابه.